قبل ما أغلق ملف النصر وأروح للاتحاد، أنت قلت لي رئيس النادي لا يزال موجود. زين، مع كل التسريبات اللي تصير أو مع كل الكلام اللي 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 يقال، ليش ما يطلع ينفي؟ هذه مسألة تعود، أنا ما أدري ليش ما يطلع، ما أدري. هو ما صرح عشان ينفي. وبعدين اللي يطلع اللي يخرج يخرج ينفي الاستقالة. هو ما صرح عشان ينفي. يعني لا يطنشهم يا أخي طولها. لا شو اليوم أنت يا أخي رئيس نادي، كل الناس بما فيهم النصراوية أنفسهم حملك. يقولون أن أنت مستقيل. يا أخي أطلع أقول لا يا جماعة أنا موجود في النادي، أنا لازلت رئيس النادي. أي بس إلا إذا كان هو ممنوع من الـ من الـ من الـ لا خلينا نفترض أنه استقال. خلينا نفترض أنه قدم استقالته وأعطاها، قدمها لمين؟ للخمسة اللي يمثلون شركة نادي النصر الربحية اللي تملك 75% من النادي. القرار يرجع للخمسة، ما يرجع لمحترامي المسلي علي معمر. رئيس مجلس إدارة في المؤسسة غير الربحية عنده 4 صلاحيات فقط، ومدة تواجده موسم رياضي واحد فقط، 10 أشهر. أوكي. كم بقي من العشرة أشهر؟ شهرين. حنا في نهاية ماي يمكن، والعجون خلاص ينتهي الدوري السعودي بالكامل. أنا أعتبر مجلس إدارة نادي النصر الخمسة اللي يمثلون الشركة الربحية أذكياء أنهم يرفضون الاستقالة حتى استكمال الفترة تكمل.